السلام عليكم، ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وسلام. بالنسبه للناس المتابعيني وكانوا شافوا الفيديو اللي فات كان يتكلمنا فيه عن الهجره والموقع الرسمي بتاع كندا وكيف تعمل فيه حساب. احنا وعدنا انه بعد ذاك حنمسك البرامج كلها برنامج برنامج نتكلم عنه. فليه حنتكلم عن برنامج الدخول السريع او الاكسبريس انتري في الموقع بتاع كندا. بس بالنسبه للناس اللي بتشوف الفيديو ده لاول مره وهي ما عندها فكره عن احنا بنتكلم عن شنو بالضبط، قبل الفيديو ده انا كنت عملت فيديو ووضحت فيه انه تتعرف على الموقع بتاع كندا كيف والتفاصيل بشكل عام، بالاضافه لانه عملنا حساب او انشانا حساب في الموقع بتاع كندا عشان نباشر في الاجراءات بتاعت الهجره بتاعتنا. فلو انت ما شفت الفيديو اللي فات ممكن تحاول ترجع للفيديو اللي فات اللي هو هخلي اللينك بتاعه هنا مع الفيديو ده في الصندوق بتاع الوصف. قبل ما نمشي الموقع بتاع كندا اكيد في سؤال حيكون جه في راس ناس كتار جدا انه يعني شنو اكسبريس انتري او يعني شنو دخول سريع. بكل بساطه هو برنامج بدا في عام 2015، ولو دخلنا الموقع بتاع كندا حنلقى التعريف بتاعه كالاتي: انه برنامج للمهاجرين اللي عندهم مواهب وعندهم امكانيات عمليه او مؤهلين زي ما ممكن برضو نقول، وفي نفس الوقت المهاجرين ديل يكونوا عاوزين يقعدوا في كندا بشكل دائم ويشاركوا في الاقتصاد بتاع البلد. وبرنامج الاكسبريس انتري او الدخول السريع عنده 3 برامج او 3 خيارات ممكن الزول يقدم عليها، حنتطرق لها بشيء من التفصيل. بس اول خلونا نمشي الموقع بتاع كندا ونمشي نشوف التفاصيل اللي احنا محتاجين نعرف عن الاكسبريس انتري، وبعدين نجي راجعين نتكلم عن البرامج في شيء من التفصيل. طيب نبدا بمراجعه سريعه كده في انه كيف خشينا الموقع بتاع كندا المره اللي فاتت. بكل بساطه كتبنا كندا في اي متصفح موجود عندنا، وبنلقى في النتائج بتاعت البحث canada.ca/home ونضغط عليها وبيجينا الصفحة بتاعتنا بالطريقة دي. بس في حاجة تانية برضو ممكن نعملها ممكن تكون أسرع وأسهل لناس كتيرة جدا. أول حاجة تانية ممكن نعملها شنو، ممكن نكتب canada.ca طوالي عشان يوديني الموقع من غير ما نعمل بحث في جوجل أو في أي متصفح تاني. فشوفوا الطريقة المناسبة معاكم، سواء كنت حتعملوا بحث لكندا أو سواء كنت حتدخل الموقع طوالي، المهم نصل للصفحة الرئيسية بتاعتنا في الموقع بتاع كندا. وزي ما قلنا الموقع بتاع كندا فيه تفاصيل كثيرة جدا، بس احنا حاليا تركيزنا اللي هي على نقطة واحدة واللي هي الموضوع بتاع الهجرة عموما. فحنضغط على الهجرة والمواطنة، وفي الهجرة والمواطنة ذاته ممكن نلقى خيارات كثيرة جدا. بس زي ما قلنا برضو احنا حنركز برضو على حاجة معينة حاليا واللي هو الموضوع بتاع الهجرة، عشان في الموضوع بتاع الهجرة ذاته نقوم نفتش للنقطة بتاعت الدخول السريع والإكسبريس إنتري، وده هو الموضوع بتاع الحلقة بتاعتنا الأساسية الليلة. اول ما نجي داخلين على الصفحه بتاعه الاكسبريس انتري او الدخول السريع بنلقى انه كاتبين لنا التعريف بتاعي انه عمليه تقديم المهاجرين المهره الذين يرغبون في الاستقرار في كندا بشكل دائم والمشاركه في اقتصادها، وكمان موضح لنا اذا انت عندك لغه فرنسيه بتكسب 50 نقطه في البرنامج بتاع النقاط او بتاع السكور. وكمان زي ما قلت لكم الترجمه بتاعه المتصفح بعض المرات بيكون حرفيه جدا، لكن الحمد لله لحد الان المعنى واضح. بنلقى في الصفحه موضح لنا كل التفاصيل اللي احنا هناخدها في البروسيس بتاعنا، زي كيف بنعمل اكسبريس انتري والمستندات، وبنرسل الملف بتاعنا كيف، والطلب بتاع الاقامه الدائمه والموافقه بتاع الطلب، بعدين بيحصل شنو. بس حاليا احنا هنشوف انه البرنامج بتاع الاكسبريس انتري اصلا بيعمل كيف او بيشتغل كيف. بنلقى هنا انه هو مقسم لثلاثه برامج اساسيه، البرنامج الاول هو فئه الخبره الكنديه ودير الناس القاعدين في كندا، والبرنامج الثاني بتاع العمال المهره الفيدرالي، والبرنامج الثاني بتاع المهره الفيدراليه. اي برنامج يكون عنده طريقه معينه واي برنامج يكون عنده متطلبات معينه، وفي فرق بين اي برنامج فيهم حنشرحها ان شاء الله. فزي ما قلنا حنتطرق للتفاصيل والفرق بيناتهم في الفيديو ده نفسه، خليكم معنا للاخر عشان تعرف التفاصيل بتاعته عامله كيف. بس حاليا خلينا نشوف الخطوات الموجوده اللي احنا مفترض ناخدها عشان نكمل البرنامج بتاعنا ده. اول خطوه خلينا نعرف اذا اصلا احنا مؤهلين للبرنامج ده ولا لا عشان ما نضيع زمننا في الفاضي. وتاني خطوة انه نتحقق من الدرجات بتاعتنا، لانه زي ما قلنا ده برنامج بتاع نقاط او برنامج بتاع سكور، كلها حاجات مجمعة نشوف انه نقاطنا دي هتكون فوق 67 هل هتكون كافية وافية. والخطوة الثالثة بتاعتنا انه مستنداتنا كلها مفترض تكون جاهزة، لانه في اي لحظة احنا ممكن نحتاج للحاجات ديت وعشان تكون برضو محفوظة لقدام، والملف الشخصي بتاعنا برضو لازم يكون جاهز، وانه بعد ذاك اذا جاتك دعوة كيف بتقدم على طلب والخطوات بتحصل شنو. وكمان اهم حاجة موضحين المدة الزمنية انه البرنامج ده بياخد 6 شهور او اقل، ودي حاجة كويسة جدا في حالة انه خلاص الاجراءات بتاعتنا كلها مشت بطريقة كويسة. نرجع لأول خطوة ونشوف احنا كيف بنعرف نفسنا مؤهلين ولا لا، بينه نجاوب على بعض من الاسئلة. حاجة بسيطة جدا بتكون تاخد منك من 10 إلى 15 دقيقة ما اكتر من كده، ومرتبطة بحاجات معينة جدا زي الجنسية بتاعتك وسنك والقدرة اللغوية بتاعتك، انه اللغة بتاعتك عاملة كيف، بتتكلم انجليزي فرنسي، وعدد افراد الاسرة والتعليم بتاعك والخبرة بتاعت العمل
وكمان إذا عندك فرصة بتاعة عمل هنا في كندا أو عندك عرض بتاع عمل أصلا متوفر نلتحد عشان نشوف كيف نتحقق من الأهلية بتاعتنا. بس قبل ما نخش فيها لازم نشوف هامل مكتوب ديشنو. كاتبين بكل بساطة هذه المعلومات للإشارة فقط، لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن الهجرة بناء على إجاباتك. يعني بكل اختصار الأسئلة والأجوبة اللي احنا عم بنربيها ديت بس عشان نعرف احنا مؤهلين للبرنامج ده ولا لا. خلونا نضغط على تحقق من أهليتك وخلينا نشوف الصفحة الجاية هتكون عاملة كيف. هيودينا لأول سؤال، إنه تمشية مقاطعة أو أنت عاوز تقعد فيها إقليم بالضبط. فهيودينا كتير كمية من الخيارات. إحنا خلال الأسئلة ديت هنجاوب أجوبة راندوم أو هنجاوب أجوبة يعني ما أجوبة مرجعية بس عشان نعرف طريقة الأسئلة بتكون عاملة كيف. أنا مثلا هختار أي مقاطعة، هقوم أختار مثلا نيو برانزويك الجديدة وهعمل التالي. اوتوماتيكلي هيوديني للسؤال اللي بعده اللي هو السؤال بتاع اللغه، وانه انا اخذت ايرو تيست بالنسبه سواء كان انجليزي او سواء كان فرنسي، انه هو كان ايرو تيست انا اخذته، فمثلا هعمل ايلتس وبعدها ثاني هعمل التالي وهيوديني للسؤال اللي بعده. انا حواصل بالطريقه ديت لحد ما اخلص وبعدين هوريكم النتائج كانت عامله كيف. فانتم مفترض تمروا بالاسئله كلها لكن بالحاجات الحقيقيه اللي هي حاصله معاكم بالبيانات والمستندات والكلام ده كله. قبل ما اوريكم النتائج اللي انا وصلت لها بعد ما خلصت الاسئله كلها، لقاني السؤال ده حبيت اجي فيه شويه. بالنسبه للناس اللي كانوا بتسال من التكلفه او القروش المفترض يكونوا جاهزين او الفلوس، السؤال ده بوضح لكم الحاجه ديت، انه اقل مبلغ مفترض يكون معك على الاقل 13310 دولار. وكل ما زادت قروشك كل ما زادت الفرصه بتاعتك بتاعت انك تزيد النقاط بتاعتك. الحمد لله كده خلصت من الأسئلة كلها وبعدين ودوني نتائج البحث قدامكم ديت. أول حاجة طالبين مني إنه أحتفظ بالرمز المرجع الشخصي بتاعي اللي هو بادي بي إي إم والباقي بتاعه الرقم ده. ده رقم مرجعي بيكون موجود في أي طلب أنت بتقدمه ومحتاج تحتفظ به. وبعد ده تاني موريني إنه في خطوات معينة مفترض أمشي بها اللي هي زي 7 خطوات. أول خطوة موضح لي إنه الرمز المرجع بتاع الشخص ده مدة الصلاحية بتاعته لحد وين ومفترض إنه أحتفظ به زي ما قلنا. تاني خطوة مفترض إنه أنا أطبع الصفحة ديت، ودي معلومة مهمة جدا مش في الإجراء ده بس، في أي إجراء أنتوا بتعملوه مع السفارة خلوكم دايما بتعملوا سكرين شوت وبتحفظوا الحاجات اللي بتترسل لكم والكلام ده كله، لأنه في حاجات ممكن تتعجلوا لها لقدام وأنتوا الزول ممكن ما ينتبه لها عادي لأنه ممكن تكون تفاصيل صغيرة. فأعملوا سكرين شوت وصوروا الشاشة وأكتبوا الحاجات كلها اللي أنتوا بتعملوها عشان تكونوا متابعين الإجراء بتاعكم عاملة كيف. بنلقى بعد ذاك من الخطوة رقم 3 لحد الخطوة رقم 7، هي كلها خطوات أو توضيح لأنه إحنا بعد ذاك هنعمل شنو في الإجراءات بتاعتنا أو في هنعمل شنو في الخطوات بتاعتنا والخطوة الجاية والملف التعريفي والكلام ده كله. بس أنا هخليكم تواصلوا من هنا براكم لأنه أنا ما هقدر أضرب لكم أمثلة أكتر من كده أو أن أدخل بيانات تانية أكتر من كده لأنه هيكونوا طالبين بيانات حقيقية. فدي الخطوة بتاعتكم في أنكم تتواصلوا في أنكم تدخلوا بياناتكم الحقيقية وتشوفوا نقاطكم هتكون عاملة كيف والكلام ده كله. فإذا في أي زول في أي لحظة من اللحظات بيكفت له حاجة معينة ممكن يخليها في التعليقات، أو أنا زي ما قلت لكم حارفق الانستجرام بتاعي في صندوق الوصف ممكن زول يرسل لي إذا في بيكفت له حاجة معينة. من هنا حنقوم نختم برنامج بتاع الدخول السريع والإكسبريس إنتري بأن احنا نوضح الثلاثة نقاط اللي احنا كنا نتكلم عنهم قبل. طيب قبل ما نتطرق للبرامج الثلاثة اللي احنا عاوزين نتكلم عنها هديكم تذكيرة وديكم تنبيه صغير كده. مع الفيديو ده هخليكم روابط مهمة جدا حاولوا تطلعوا عليها كلها. اول موقع اول رابط هخليه مرفع مع البرنامج ده هو مهم جدا، هو موقع التصنيف المهني الوطني او في نفس الوقت ممكن نسميه NOC. الموقع ده بكل بساطة محتاج له في حاجات معينة، يعني لو جينا خاشين الموقع عشان نقدم لبرنامج معين هنلقى انه اي برنامج يكون بيتكلم بيقول لك انه مثلا لو عندك الوظيفه الفلانيه لازم تكون موجوده في الـ NOC بطريقه معينه. فانت حاول خش الموقع ده وشوف انت شغال شنو او عندك خبره في شنو بالضبط، وهل الموقع ده بيكون مطابق مع المتطلبات اللي هم دايرينها ولا لا. فلازم تعرف الحاجة ديت سواء كان قبل التقديم أو أثناء التقديم. تاني موقع هو الموقع بتاع الجوب بانك. الموقع بتاع الجوب بانك بكل اختصار هو موقع بيكون فيه معروضة الوظائف الموجودة في كندا. ففي معظم الأوقات اللي انت بتقدم فيه على برامج بتلقى انه من حاجات اللي بيزيد السكور وبيزيد النقاط بتاعتك اذا انت عندك عقد عمل صالح. وفي برنامج كمان بتاع الاعمال الحرفيه مطلوب شرط اساسي انه يكون عندك عقد عمل صالح لمده سنه كامله. فحاولوا خشوا فيه الموقع بتاع الجوب بانك عشان تتعرف على الوظائف والخيارات الموجوده بتاعت الوظائف. ومن هنا نبتدي فينا احنا نعرف البرامج اللي احنا كنا عايزين نعرفها المدرجه تحت الموضوع بتاع الاكسبريس انتري او الدخول السريع. ونبتدي باول برنامج اللي هو البرنامج بتاع فئات الخبره الكنديه. اول برنامج معنا هيكون برنامج الخبره الكنديه او ممكن نسميه كنديان اكسبيرينس كلاس. تعريف البرنامج ده انه هو للناس اللي عندهم اصلا خبرات كنديه وحابين يستقروا في كندا ويكونوا مقيمين دائمين. طيب نيجي نشوف شنو الحد الادنى للمتطلبات والمينيمم ريكويرمنتس للبرنامج ده.
اول حاجه لازم تكون محقق المستوى المطلوب من اللغه، وقبل التقديم بثلاث سنه لازم يكون على الاقل عندك خبره بتاعت عام كامل من الخبره الكنديه في انك اشتغلت في مجال في كندا هنا. واخر حاجه انه يكون خلال السنه اللي اشتغلتها ديت يكون عندك فيها كان تصريح بتاع عمل، وانك تكون شغال بطريقه رسميه، وفي نفس الوقت موضحين نقاط معينه انه هي اذا عندك ما حتكون مؤهل للبرنامج ده، زي مثلا اذا انت اوريدي مقدم لجو هنا في كندا فدي حاجه بتتنافى مع السيستم بتاع البرنامج. وكمان موضحين انه العمل الحر ما بيحتسب انه خبره بتاعت عمل حتى لو كنت شغال لسنه كامله. وموضحين تاني انه لازم تكون شغال برضو بطريقه رسميه، وانه يكون عندك اذن بتاع عمل. البرنامج الثاني هو برنامج العمال المؤهلين والعمال المهرة، أو كما يعرف بالفيدرال سكيل وورك. البرنامج ده للناس اللي عندها خبرات عمل خارج كندا وحابين يجوا لكندا ويكونوا مقيمين دائمين في كندا. البرنامج ده متطلباته ثلاثة، إنه لازم يكون عندك تعليم، يكون عندك خبرة بتاعت عمل، ويكون عندك لغة. البرنامج ده جينا سألنا نفسنا إنه هو بيختاروا فيه الناس كيف؟ بكل بساطة في عوامل بتاعت اختيار بيكون من 100، والنجاح بتاعه بيكون من 67، وبتكون مقسمة على أساس معين على حسب المتطلبات معينة. العوامل أو المتطلبات دي بكل بساطة زي السن، زي التعليم، زي خبرة العمل، ويكون عندك عرض عمل صالح، ويكون بيتكلم إنجليزي أو فرنسي، ويكون عندك مقدرة إنك تتكيف. هل لازم يكون عندك الحاجات دي كلها عشان تقدر تقدم للبرنامج ده؟ بكل بساطة الإجابة لا، لأنه هو الموضوع عبارة عن إنك بتجمع في نقاط. كل ما كان لميت نقاط أكثر بيكون الموضوع كويس بالنسبة لك، وبيكون فرصتك في إنه يشيله بيكون أكبر جدا. يعني مثلا لو مسكنا الموضوع بتاع الانجليزي والفرنسي او موضوع اللغه عموما، اذا انت بتتكلم انجليزي بكل طلاقه وبتتكلم انجليزي بمستوى كويس اللي هم طالبينه، دي حاجه كويسه ودي واحد يعني كده عندك اساس. بس اذا بتتكلم فرنسي كمان ده اكسترا بونس او حاجه اضافيه، حتكون حاجه برضو كويسه بالنسبه لك. البرنامج الثالث والاخير هو برنامج العمال المهره، او برنامج الفيدرال سكيل تريد. البرنامج ده بكل اختصار مخصص للاعمال الحرفيه زي الوظائف الصناعيه والصيانه والزراعه والكهرباء والجزارين والخبازين وكل الوظائف الحرفيه. نيجي للحد الادنى من المتطلبات في البرنامج ده. اول واحده من المتطلبات في البرنامج ده لازم يكون عندك لغه. بس تنبيه صغير بالنسبه للناس، لما نقول لغه في اي برنامج الموضوع بيكون مختلف من برنامج لبرنامج، فاي برنامج انتم خاتين في راسكم او حاسين انه حيكون مناسب معاكم حاولوا شوفوا التفاصيل بتاعته عامله كيف، لانه ممكن التفاصيل بتاعت اللغه او المستويات المطلوبه ما تكون في البرنامج ده زي البرنامج اللي قبله زي البرنامج اللي بعده. في برامج اصلا ما بيطلبوا فيها لغه ولا بيطلبوا فيها اي حاجه، فما موضوع اللغه ما يكون محدود بالنسبه لكم. حاولوا فتشوا البرامج بتاعت كندي، فيها اكثر من 60 برنامج ممكن الزول يخش عن طريقه، بس الزول محتاج تفتيش وصور وين يبدا الموضوع طوال. ثاني حاجه بالبرنامج ده لازم يكون عندك على الاقل خبره سنتين في الاعمال الحرفيه اللي هم ذكروا دي. ثالث حاجه لازم تكون مستوفي المتطلبات بتاع التصنيف بتاع المهني الوطني اللي هو كان يتكلمنا عنه قبل، الـ NOC. رابع حاجه لازم يكون عندك عرض عمل صالح لمده سنه بدوام كامل. خامس حاجه لازم برضه يكون عندك كشف مالي. وموضحين في البرنامج ده انه التعليم غير مطلوب، بس مطلوب الخبره بتاعت الاعمال الحرفيه اللي هم ذاكرينها قبل. وكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالدخول السريع على الاكسبريس انتري. اتمنى انه الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم. تنبيه للمره الثانيه، ما تنسوا يا جماعه تشوفوا الروابط الموجوده في الصندوق بتاع الوصف، لانه دي حاجات مهمه جدا 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 هنحتاج لها في خلال التقديم بتاعنا. وبالنسبه للناس اللي كانت بتكتب في التعليقات انه هي محتاجه تتواصل معي بطريقه دايركت، انا حقوم اخلي الرابط بتاع الانستغرام بتاعي في الصندوق بتاع الوصف برضه. ده اكتر ابلكيشن او تطبيق انا بستخدمه، فاذا في اي زول عنده سؤال ممكن يتفضل هناك في اي وقت. ما تنسوا يا جماعه تعملوا لايك وشير للفيديو مع الناس المهتمين، تشاركوا معاهم الفيديو هم مهتمين بالقضايا بتاعت اللجوء والهجره. وفي نفس الوقت بالنسبه للناس اللي شافوا الفيديو حابين يعرفوا اكتر وما عاملين سبسكرايب للقناه وما عاملين اشتراك، اعملوا سبسكرايب واشتراك عشان اقدر اصلكم كل جديد، خصوصا انه ده اول برنامج احنا بنتكلم عنه واللي هو برنامج بتاع الدخول السريع والاكسبريس انتري. بس عندنا برامج ثانيه كثيره جدا حنتكلم عنها، فخليكم متابعين اذا مهتمين عشان تعرفوا اكتر. واخيرا وليس اخرا بالتوفيق لكم كلكم ان شاء الله يا رب، واشوفكم لحد الفيديو الجاي. سلام.